شكلك كده عامل كارثه. اهو انت كده دايما بتفرضي الوحش على طول. ابني طفل بريء. يمكن بيلعب مع العيال ومستخبي منهم، مش كده؟ لا حماتي معلش، فيبو قولي بصراحة انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة. تيواري بيتهمني بسرقة عقد بنص مليون، بس انا ما خدتش حاجة. لا لا ثانية، اول امبارح انت كنت قلتلي انك عايز نص مليون روبية، مش كده؟ انو لا، صدقيني صدقيني يا انو. انا ساعات بعمل حاجات غلط، بس مش لدرجة اني اسرق عقد بنص مليون، ده مستحيل. لا امال تسرق ايه؟ فاكرة الفازة؟ ده اخري. ايه بتحصل عادي على فكرة بقى، انا ساعات بعمل كده زيه. يعني معلقة او شوكة، كوباية او فوطة او ازازة كريم صغيرة. حاجات كده صغيرة ما بتعتبرش سرقة خالص. دي مش سرقة، نقدر نقول دي خفة يد يا ماما. ثانية ها؟ فيبو انت مش قلتلي انك جبت الفازة من عند بريم صح؟ دي هي الكدبة الوحيدة، بس كده. أمال جبتها منين؟ من أوضة نوم تيواري والفازة بس، وحياتك. وليه رحت أوضة نومه أصلا؟ عشان أسرق حاجة بسيطة مش عقد. إيه؟ أنا وتيواري كنا متحديين بعض على حاجة كده، كنا بنتكلم وقال إن هو نومه خفيف جدا وإنه دايما بيصحى من أقل حاجة، فرحت خدت الفازة عشان أثبت له إني دخلت الأوضة وهو مش داريان. حلو، يعني أنت عملت كده علشان تقول لنا مين فيكوا نومه خفيف ومين نومه تقيل صح؟ أصدقك أنا بقى، ها؟ أنا عايز حقي يا فندم. قلت حاضر. العقد حتى لو وصلت للضرب. حاضر. ولو ما اعترفش تمسكوه وتبهدلوه. اخلص. أنا عايزك تبهدله خالص، كده اهو كده اهو. أستاذ تيواري، خليك واضح معايا أرجوك، أنت عايز من فيبوتي العقد اللي سرق منك ولا أنت بتنتقم؟ كفاية، هو أنتوا هتفضلوا واقفين كده تزعقوا لحد إمتى؟ ما تلخبط على الباب يلا بقى. يلخبط على الباب إزاي بس؟ أنت قصدك يخبط. الله ينور عليك، خبط يلا. يلا. يلا يلا افتح الباب يا فيبوتي وإلا هكسره على دماغكو كلكو. أنو هطلع هستخبى فوق، ماشي؟ أنا مش هنا. وأنتي كمان يا ماما اوعي تقولي حاجة. ها اطلع اطلع يلا. استخبى يلا بسرعة. حاضر حاضر. يلا أنا مش هقول. يلا بتحصل، كل الرجالة اللي زيه يا حبيبتي.